كاظم الساهر من جديد في تونس. بالورد اولا نستقبلوك. شكرا شكرا، اهلا وسهلا. اهلا بك. تونس يعني هو الحدث الحقيقه يعني بالنسبه لهذه الدوره، لعله من الاحداث المهمه كونه كاظم يعود الى كرتاج. اي طبعا، احنا اي سنه هاي صارنا 21 سنه او 22 سنه نجي لكرتاج تقريبا. هذا العمر، هذا العمر فاد عمر الرشد. نعم، فاللي شرف أن أكون على المسرح الرائع والجمهور التونسي الراقي. أنا وفرقتي دائما نحمل لهم كل الحب والموسيقى، أنه راح تكون ليلة رائعة إن شاء الله. والحمد لله التوانسة يعني من خلال طلبتنا اللي درسوا في العراق كانوا يحملون أغاني كاظم عبر الشط على مودك، اللي يعني كانت هي فتحت النجاح كاظم هكا ولا؟ في مجموعة أعمال يعني كانوا يغنوها في في مجموعة كبيرة إن شاء الله اليوم نقدمها. في رسائل وصلتني كثير من تونس أنه لازم نغني من الجديد كثير والقديم من أول ما دخلنا، فإن شاء الله حتكون الليلة حلوة، لأن راح يسوي لي مشاكل الجمهور إذا ما لبيت الدعوة. كاظم قالوا كونه كاظم يحبش التصريحات كثير، لكن الجمهور يحب يسمع كاظم أيضا، هذاك على جينيك للمطار أحنا. لا، يحب يسمعني في الموسيقى، أنا رجل صوتي موسيقتي. عندك ادم اهلا، ذكرت شو ما ذكرتني طبعا. ها حبيبي كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. شو هو؟ مرحبا عيوني، مرحبا عيوني. لو سمحت، لو سمحت صوره. شكرا. ادم خلي معاك ساعه. بس لحظه بس، يلا خلاص. كاظم هذه المحبة يعني هذه المحبة كيف تترجمها كلام؟ هذا مسؤولية، لازم أقدم الموسيقى كثير كبيرة. خلينا نشوف. اوكي، انا كلمت اداره مهرجان كرتاج. اي حبيبي، خلي اشوف شلون هي مع الفرقه الموسيقيه. ادم بالنسبه لي كصوت واعد،
ما شاء الله الأصوات اللي كانوا في ذا فويس يعني أصوات رائعة، والله يوفقهم، لأن فعلا يعني نقول مستقبل الفني بخير. ماذا يقول كاظم؟ شوف الأطفال يعني هذه كلها عكس ما يقولوا أنه اتجاه الأغنية لا نعم. كاظم ماذا يقول بعدين بعدين تعال مني وبعد عني وبعد شوية تشوفك حطني وبعد عني وبعد شوية تشوفك حطني بوس راسي وإيدي وخدي ويصالحني ويطلب ودي الله إش طيب مرحبا يعني مرحبا. ضروري تجاوب على محبة الناس يا كاظم، مو معقول، ما يصير هالشك. أنا أحبهم. ما يصير هالشك. تحكي عراقي ها؟ طبعا. شلونك؟ كيفك؟ شكوش راسي، مسمار قلبي. حبيبي. مرحبا. تعال يا سمعك احلى كلام احلى حبيب احلى غرام احلى حبيبه واحلى غرام يزعل مني ويبعد عني وبعد شويه تشوفه بحبني راسي وإيدي وخدي ويصالحني ويطلب ودي الله إش طيب حبيبه